والآن سنقوم بتتبع هذه المسارات وهذه الدوائر في بوردة الأمبليفير التي لدينا هنا حتى ننتقل من الرسومات إلى الواقع. جيد، في بداية الفيديو، طبعا هذا الفيديو لا أعلم هل سيرفع جزء واحد أم سيرفع عدة أجزاء، لأنه فاق الساعة الآن، أكثر من ساعة، وبالتالي عملية التريطم في اليوتيوب ربما ستكلف 4 ساعات أو 5، وبالتالي ربما أرفعه عبارة عن أجزاء حتى يعني يرفع بسرعة كبيرة جدا إن شاء الله تعالى. إذا ركز معي جيدا، في بداية الفيديو قلت أنه صعب جدا تتبع الأشياء من هنا، جيد، ومن هنا قليل الصعوبة، جيد، لكننا بعد أن فهمنا المسارات سنتتبع ما فهمناه فقط، جيد، فقط نقطة مهمة هي هذا الملف هنا، هذا الملف ليس شرطا أن تجده في كل المضخمات، لكن في نفس الوقت يجب أن لا تقوم يعني بإغفاله، لأنه يكون في مسار الموجب وبالتالي يضع لك الموجب في طرفين فتعتبره قصر أو ما إلى ذلك، لذلك ركز في الفحص. هنا هذا هو حساس الحرارة الذي يشكل دائرة الأورور هنا، جيد، وسنقوم بتتبع المسار الموجب وما إلى ذلك. إذا على بركة الله سنبدأ في التتبع، مع العلم أني أعلم أنه لن يظهر لكم جيدا، لكن سأقربه عند الحاجة ليظهر لكم جيدا. إذا على بركة الله، ركز معي جيدا حتى يعني تكون المعلومة مبسطة إلى أكبر قدر ممكن إن شاء الله تعالى. هذا هو الموجب، هذا هو الموجب، جيد، لاحظ هذه الأسلاك هنا، هي هذه الأسلاك هنا، جيد، إلى أين تتجه هذه الأسلاك؟ إلى أين تتجه؟ لاحظ معي جيدا، إلى أين تتجه؟ تتجه إلى هنا، إلى الملف الذي قلت لك، جيد، يعني أن الملف، هذا الملف له طرف هنا وطرف هنا، طرف هنا وطرف هنا، طرف مع السلك بعد الفيوز، وطرف في هذا الجزء الكبير الذي يظهر لك هنا، جاي، هذا الموجب ماذا قلنا عنه؟ قلنا أنه يتوجه إلى الملف مباشرة، إلى الملف مباشرة هنا، قلنا أن الموجب يتوجه إلى الملف مباشرة، جيد، فيوز ثم ملف، فيوز ثم ملف، جيد، ها هو بين يدينا الآن لنتأكد من ذلك، لاحظ الفيوز هو هذا، هذا السلك مرة من الفيوز، إذا وصل إلى هنا فقد مرة من الفيوز، ثم لدينا هذه الوشيعة هنا ثم هنا، لاحظ هذا هو وسط الملف، لاحظ، لاحظ لدينا سلك نحاسي أصفر وأحمر، جيد، النحاسي الأحمر والأصفر كلاهما في النقطة الوسط، كلاهما ملحوم في الوسط، ها هما كلاهما ملحوم هنا، هذا لحام خاص بربما الأصفر، ربما الأصفر هنا والأحمر هنا، لا يهمنا في شيء، المهم أنهما كلاهما، لاحظ هذه نقطة لحام خاصة بأحدهما، وهذه نقطة لحام خاصة بالثاني، جيد، وهذه النقطة وهذه النقطة هي الطرف الآخر للسلك، يعني مثلا الملف الأصفر، لاحظ هذا الملف الأصفر يدخل هنا، أي هنا، أي هنا، والأحمر يدخل هنا، أي هنا، جيد، ويمران يعني عبر الملف، عبر الملف، ثم يأتيان إلى هذه النقطة هنا، جيد، يعني أن هذا سيصفر مع هذا وسيصفر مع هذا إذا كان الملف سليم، واضح؟ جيد، هذا المسار هنا، ما هو هذا المسار وما هو هذا المسار وما هو هذا المسار؟ هذا المسار هو الذي مر عبر الفيوز، إذا هو هذا المسار هنا، إذا هو هذا المسار هنا، مر عبر الفيوز، هذا المسار هنا، هذا هنا، وهذا هنا، هما هذين المسارين، هذا وهذا، جيد، هذا وهذا، يمين يسار، يمين يسار، هما هذين، يمين يسار، جيد، هذين المسارين إلى أين يتوجهان؟ هذين المسارين إلى أين يتوجهان؟ لاحظ معي، توجد هنا، توجد هنا هذه الأسلاك، لاحظ سلكين، 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 هذه الأسلاك إلى أين تتجه؟ لاحظ معي جيدا، ها هي، سلكين، 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 إلى أين تتجه؟ إلى مكان الموسفيت، واضح؟ جيد، نحن الآن نتحدث عن يمين، هذا يمين مثلا، يمين يسار، يمين، موسفيت إلى هذه النقطة، ما يعني أن الموسفيت سيقوم بأخذ الأرضي، إذا يجب أن يكون هذا هو الأرضي، جيد، ها هو هنا، هذا هو الأرضي، هذا الرموت، موجب رموت أرضي، موجب
رموز أرضي. هذا هو الأرضي، هذا هو الأرضي، هذا هو الأرضي، هذا هو الأرضي. لاحظ أنه يمر إلى أحد، يعني يمر إلى أحد أطراف المصفيت. أين هو الطرف؟ طرف المصفيت هنا. لاحظ حتى تفهم جيدا، هناك طرف لا يظهر، يوجد طرف مصفيت لا يظهر. أين هو؟ ها هو هنا، ها هو هنا، يوجد أسفل هذه النقطة، أسفل، ها هو هنا يظهر. هذا بمعنى أن هذا الطرف من المصفيت، وهذا الطرف، هذا الطرف، هذا الطرف، وهذا، ثم هذا، كلها مرتبطة في هذا المسار، هذا المسار، وهذا المسار هو ماذا؟ هو أرضي. واضح؟ جيد. إذن لدينا الأرضي، لدينا الأرضي يمر إلى المصفيتات كاملة. سنرى في الشيمة، لاحظ معي في الشيمة، ها هو الأرضي يمر إلى المصفيتات كاملة، ها هو يمر إلى هذه وهذه وهذه، هذه وهذه وهذه. إذن الأرضي مرتبط بست مصفيتات، ها هو هنا أرضي مرتبط بست مصفيتات. جيد. قضية اليمين يسار، قضية اليمين يسار، يعني أن هذا السلك به ثلاث مصفيتات. لاحظ ثلاث مصفيتات، ها هي مرتبطة عبر هذا السلكين، سلكين، وهنا لدينا اليسار عبر هذين السلكين، هذين السلكين، هذين السلكين. واضح؟ إذن ثلاث مصفيتات تشتغل يسار، ثلاث مصفيتات تشتغل يمين. إلى حدود اللحظة مررنا بالموجب عبر الفيوز إلى عبر بالموجب عبر الفيوز والوشيعة إلى الملف. المسار الثاني هنا، ركز، هذا هو، هذا موجب، ركز هنا، ها هو يأتي هنا، لاحظ ينتقل عبر المقاومة ثم يأتي إلى ترانزستور واحد ثم إلى الترانزستور الثاني. الموجب جاء إلى الملف، صحيح، وذهب إلى ترانزستورين وتوقف. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه وصل إلى هذه النقطة هنا، يعني أنه وصل إلى هذه النقطة هنا، هنا وتوقف، هنا وتوقف. واضح؟ جيد. توقف، توقف في دائرة المذبذب وتوقف. السالب أو الجي إن دي توجه إلى المصفيتات وتوقف. واضح؟ لتشغيل، يعني لتشغيل دائرة المذبذب، لتشغيل دائرة المذبذب يجب أن نربط طرف الرموز أو الـ RM أو الـ T أو الـ M. هذا الطرف أين يتجه؟ لاحظ، سنقوم بتتبع هذا الطرف. ها هو هنا، ها هو، ها هو، ها هو، ها هو. جيد، هذا هو الطرف. لاحظ معي أن هذا الطرف مرتبط بهذا، ثم الترانزستور، والترانزستور مرتبط بترانزستور آخر. واضح؟ لدينا هنا ترانزستور ينظر إما إلى الأعلى أو الأسفل، لدينا هنا ترانزستور إما ينظر يمين أو يسار، وأسفل هنا لدينا ترانزستور آخر إما ينظر يمين أو يسار، كلها مرتبطة مع بعضها، هذا مرتبط مع هذا، وهذا مرتبط مع هذا. جيد. وهذا، لاحظ، ها هو طرف هنا قادم، قادم إلى هذا الطرف ثم إلى هذين الطرفين. ركز معي جيدا، هذا لدينا هنا إي سي TL 494، هذا هو طرفه الأول وهذا هو طرفه الثامن. سنقلب البوردة ونعيد العد. لاحظ معي، هذا هو طرفه الأول وهذا هو طرفه الثامن. لاحظ الطرف الثامن هو المرتبط بالترانزستور. جيد. وهو مرتبط أيضا بهذين الطرفين 9 10 11 12. جيد جدا. وصلنا إلى فكرة أن الـ 12 فولت غير موصولة إلى هذه النقطة، تصل هنا وتتوقف. جيد. وتوصلنا إلى أن مسار الأون أيضا يتصل بالترانزستورات، وتوصلنا إلى أن أحد الترانزستورات متصل بمسار 8 ومسار 12. واضح جدا، كل شيء سهل إلى حدود اللحظة. إذا ما أعطينا أمر الأون عبر هذا السلك، إذا ما أعطينا أمر الأون سيشتغل المذبذب. إذا اشتغل المذبذب كيف سيتحكم في هذه الأشياء؟ لاحظ معي جيدا، سنحاول استخراج المسارات يعني ببساطة لأنها مرسومة. لاحظ، هذه ترانزستورات اليمين التي قلنا عنها يمين، هذه مصفيتات اليمين. واضح؟ هذا، لاحظ جيدا، هذا مسار جيت، ها هو من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا. لاحظ، هذا مسار جيت من هنا إلى هنا، هذا مسار آخر جيت من هنا إلى هنا، وهذا مسار ثالث جيت، ها هو. سنمسحه جيدا حتى يظهر لكم بشكل أوضح. إذا لدينا جيت واحد، جيت اثنان، جيت ثلاثة، عبارة عن سلك واحد.
سلك واحد. يعني هذا التردد الذي يكون هنا هو نفسه هنا هو نفسه هنا، واضح؟ يعني نفس عرض الموجة نفس التردد، واحد اثنان ثلاثة، أي ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. هذا المسار يأتي إلى هنا، هذا يأتي إلى هنا، هذا يأتي إلى هنا، واضح؟ واضح. سنظهر المسار لنتتبعه حتى لا تتوه منا أي تفصيلة. هذه الشكلة ها هو المسار. إذا لدينا اليمين ثلاث مواصفات خاصة باليمين، ها هو مسار القيد الخاص بها، إلى أين يتجه؟ لاحظ يتجه إلى هذه الثلاث نقاط هنا، وهذا ترانزستور، ها هو ترانزستور هنا، ها هو ترانزستور، جيد. والطرف الآخر للترانزستور الذي سيأخذ الأمر من المذبذب، ها هو متصل بالمذبذب فعلا، واضح؟ المسار الثاني، سنتعرف على المسار الثاني، ها هو واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، ها هو يمر من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا إلى هذه الثلاث أطراف أيضا، وهذه الثلاث أطراف ها هو الديود أو ها هو الترانزستور، طبعا سيكون هناك ديود حماية لكن ها هو الترانزستور في الوسط، والطرف الآخر ها هو مربوط هنا، واضح؟ إذا كم طرفا تعرفنا على المذبذب إلى حدود الساعة؟ كم طرفا يعني تعرفنا عليه؟ قلنا أن هذا هو الطرف الأول، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، طرف ثمين تعرفنا عليه أنه دخل 12، التاسع مذبذب يعني أوت، والعاشر أيضا أوت، 11 و 12 هما أيضا في سي سي، واضح؟ هنا هنا في هذا المسار وهذه المسارين دخل الجهد، وهذا المسار وهذا المسار خرج إشارة، جيد؟ خرج إشارة أوت، يمين يسار، هنا يمين وهنا يسار. نصغر قليلا، جيد، ها هو. إذا المصفيطات لدينا هنا ما سميناه باليمين، هم لدينا هنا ما سميناه باليسار. عندما تشتغل هذه المصفيطات ستشغل هذا السلك، هناك سلك من هنا إلى هنا، وهناك سلك من هنا إلى هنا. هذا السلك، هذا القوس، هذا القوس هنا سيشتغل مع هذه، وهذا سيشتغل مع هذه، واضح؟ جيد جدا. تتبقى لنا دائرة الأورور التي نتحدث عنها من الصبح، أين هي؟ قلنا أن هذا الحساس الحراري هو الخاص بدائرة الأورور، إذا سنتتبعه، يوجد هنا، ها هو هنا، ها هو، هذه هي دائرة الأورور. لاحظ دائرة الأورور ها هي هنا، ها هي هنا، هذا هو مسار الحساس الحراري، لاحظ هو يمر من هنا إلى هنا، ولاحظ أنه مرتبط بمسار الـ VCC الخاص بتشغيل، خاص بتشغيل الـ AC، واضح؟ بمعنى أن له تأثير، وإذا ما فقد الحساس الحراري، يعني في بعض الأحيان يكون الجهاز يعني في حالة مزرية وبعض القطع مختفية، إذا ما فقد معك الحساس الحراري سيشيبك الجهاز، لذلك يجب أن تكون على دراية بطريقة عمل هذه الأشياء، ويمكنك توصيل المسار مباشرة يعني دون الحساس، في حال كان الحساس في مسار الـ 12 الأساسي أوصله بدون الحساس، وضع الحساس لاحقا عندما يشتغل معك الجهاز، يعني عندما تضمن أنك يعني شغلت الجهاز أولا، واضح؟ جيد جدا. إذا وصلنا إلى مرحلة التردد هنا في هذه النقطة، جيد؟ يعني إذا اشتغل المحول في هذه الجهة يجب أن يشتغل الأوت الخاص بالمحول، والأوت الخاص بالمحول هنا سلك يمر إلى هنا، وهنا سلك يمر إلى هنا، واضح؟ وهذا السلك يمر إلى هنا، وهذا السلك يمر إلى هنا، جيد؟ سنبقي عليهم نظرة أولا حتى لا نتحدث هكذا من يعني فقط كفرضية. إذا لاحظ الأسلاك، ها هي هنا، ها هي السلك، ها هو السلك موجود هنا، وبالتالي فيوجد سلك، يوجد سلك من هذه النقطة إلى هنا، ومن هذه إلى هنا، وأيضا من هذه إلى هنا، ومن هذه إلى هنا، جيد جدا. لاحظ أن لدي ضيودين، هذين غالبا ضيودين، هذين الضيودين يكونين متعاكسين، دائما متعاكسين كما شرحنا في الشيمة، كما شرحنا في الشيمة متعاكسين، واحد موجب وواحد سالب. إذا سنرى الشيمة الخاصة بالضيود من البوردة لنأخذ فكرة عن القطع التي تكون راكبة، نحن نتحدث عن
الافتراضات. الآن نرى القطع التي ركبت، لاحظ معي جيدا، هذه هي القطع التي ركبت هنا، سنحاول التكبير عليها حتى تظهر لكم جيدا. لاحظ معي، ها هما ضيودين متعاكسين، هذا متعاكسين الى الداخل وهذا الى الخارج، واضح؟ هذين الضيودين واحد يعطينا جهدا سالبا في الوسط وواحد يعطينا جهدا موجبا في الوسط، اين هو الذي سيعطينا الموجب؟ هذا هو الذي سيعطينا الموجب وهذا سيعطينا السالب، جيد، هذا سيعطينا الموجب، ركز معي جيدا، هذا سيعطينا الموجب، اذا هذا سيعطينا الموجب، أبقي تركيزك عليه، هذا هنا هذا سيعطينا الموجب، هذا سيعطينا الموجب، إذا هذا هو الموجب، سنقوم بقلب الوضع، هذا هو الموجب، واضح؟ إذا لاحظ معي أن الموجب متوجه عبر هذا السلك إلى هذه النقطة هنا لتشغيل هذا الترانزستور، لاحظ سيمر ويتخطى هذا الترانزستور، يمر 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 ويشغل هذا الترانزستور، واضح؟ إذن ها هو شغل لنا الترانزستور ولم يشغل الثاني، شغل واحد ومر، شغل واحد ومر، واضح؟ الديود الثاني الذي قلنا عنه سيعطينا السالب هو هذا، هو هذا هنا، السالب ها هو السالب، هو هذا أعطانا السالب هنا، لاحظ أنه لم يوصل مع الترانزستور الأول لكن وصل مع الترانزستور الثاني، وهذا يعني مثال للشيمة التي رسمنا بالضبط، هذه هي الشيمة التي رسمنا، لاحظ أن الموجب مر إلى الترانزستور الأول فقط والسالب مر إلى الترانزستور الثاني فقط، واضح؟ ونفس الشيء في الجهة المقابلة، بحيث أن هنا الموجب سنجد في الجهة المقابلة أي هنا موجب وهنا سالب، ها هو سالب، سنجد قبلته سالب، ما يعني أنهما كل واحد يعمل بنفس طريقة المقابل له، واضح؟ واضح. الآن لدينا مصفطات مفقودة، وسبق قلتها قد يسعفنا الوقت لإصلاح الجهاز، قد لا يسعفنا، الأساسي هو الشرح، وبالتالي سنقوم الآن بوصل الجهاز بالكهرباء، يعني ليس بال120، أنا بالنسبة إلي سأشغله على بطارية صغيرة 12 فولت، سنقوم بتجربته على 12 فولت وتشغيل الريموت، ونعلم يقينا أن المصفطات غير موجودة، يعني نحن نجرب ونعلم أن المصفط غير موجود، وبالتالي فلن تكون لدينا جهود في الترانزستورات لأن المحول لن يعمل، جيد، لكن يمكننا أن نفحص بعض الأشياء هنا لنتأكد من بعض المعلومات. إذا تابع معي، سنقوم بربط الجهاز الآن بالكهرباء أو بجهد 12 فولت دي سي لنقوم بالتجريب، وسنقوم بربط الموجب هنا والسالب هنا أو الجي إن دي هنا، ونقوم بربط الريموت هنا في الوسط.